الشهر اللي تتحل فيه عينينا، شهر القضية الرزينة، الشهر المتسمع الماكلة البنينة، الماكلة اللي تملينا طاولة الكوجينة من شربة وبريكة أمنا الحنينة. الشهر اللي لمنا بالعزيز علينا ويقرب البعيد لينا، أما هالجو ما لازموش ينسينا لقضيتنا تزازينا باش تتمد منها الغير نايدينا. ونحاولوا نودوا الغريب علينا ونحليوا له أياماته الحزينة. تفصلنا على رمضان أيامات قليلة، مية العائلات في الحاجة لينا، اليد في اليد ما يصعب شي علينا وما يتحرم تونسي فينا.